السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات أفلامنا. معنا النهاردة فيلم نهاية الطريق. بتدور أحداث الفيلم حول شربات التي تتزوج من شاب كانت تحبه وتساعده في رحلته الدراسية حتى يتخرج ويصير محاميا، لكنها تشعر في قرارة نفسها أن طموحها لا يتماشى مع طموحه في الحياة، وترى فيه إنسانا فاشلا، فتنفصل عنه وتقع في حب أحد الطلاب الأثرياء، لكنها تتزوج من والده، مما يثير غيرته ويقوم بقتل أبيه، فتؤول كل ثروة القتيل إلى شربات، لكنها ما تلبث أن تتعرض لمفاجآت أخرى. فيلم نهاية الطريق كان بطولة وتمثيل بتتجوز شربات من الشاب اللي حبته بعد أن وقفت جنبه وساعدته أن يتحول من عامل إلى محامي بعد أن تمكن من الالتحاق بالجامعة، لكن طموح زوجها الشاب لا يوائم من أمان شربات، فهي تراه زوجا فاشلا وقد تعثر كثيرا. بتنفصل عن زوجها وبتنتقل بين أكثر من علاقة غير شرعية، فتحب طالبا ثريا ثم تتزوج من أبيه وتدب الغيرة في قلب الابن فيقتل أباه ويدخل السجن، وتهنأ شربات بالثروة التي تركها لها زوجها القديم. بتتعرف شربات على رجل آخر يدعي أنه ثري وينصب شباكه حول ثروتها حتى يتمكن من سلبها إياها. ذات يوم تلتقي بزوجها الأول وقد صار رجلا مرموقا في مهنته بعد أن تعثر بعض الوقت. تقرر أن تبتعد عنه بعد أن صار زوجا وأبوه. فيلم نهاية الطريق كان إنتاج عام 1960 للمخرج كمال عطية. فيلم نهاية الطريق.